الوداد في لوروبينيتو في محاولة جديدة لرسم طريق آخر للوداد، هذه المرة على مستوى كأس الاتحاد الأفريقي. الوداد يسعى لإنقاذ الموسم عبر البوابة الأفريقية. الابتعاد ديالنا في البطولة فلازم علينا أن نحقق واحد النتيجة إيجابية باش في هذا الموسم نكونوا على الأقل أننا ضمننا أننا ندوزوا المجموعات في الكوب دافريك إن شاء الله. ديجا أون كوني با بيان سيت إيكيب دونك ليس لدينا معلومات كثيرة عن هذا الفريق، سنفكر في كل مباراة على حدة مع كثير من الحذر. نعلم جميعا أن الدوري المحلي أصبح بعيد المنال، إذن أمامنا خيار واحد هو الفوز. الخصم القادم ستاد باماكو المالي، خصم عديد وصورة لتطور الكرة المالية مؤخرا، ومفاتيح الوداد أمام خصم مجهول وتحقيق الفارق المريح قبل لقاء العودة. باماكو المالي يعني غتكون مقابلة يعني قوية، يعني خاصة أن الخصم ما كنعرفوش عليه شي معلومات كثيرة، ولكن حنا يعني خصنا نحققوا الأمانة بمدينة الدار البيضاء ونحاولوا نفوزوا بأكبر عدد من الأهداف إن شاء الله. مقابلة ديال الإياب لعبوها بكل ارتياح. هذه الحصة الإعدادية عرفت عودة محمد بن رابح للكتيبة الحمراء وعبد الرحيم بن كجان، فيما تواصل غياب يوسف رابح وياسين الكحل، ليسعى الوداد لالتقاط الأنفاس من جديد لمواجهة قارية ساخنة.